هلا بننتقل لفقرتنا رشا، يمكن فقره كثير مهمه دائما نحكي عنها انا وياكي تحت الهواء او على الهواء. شخصيه الطفل وتربيه الاطفال قديش مهمه اليوم؟ كثير مهمه، ودائما بنقول كلمه تهيئه، يمكن هاي الكلمه انه بتقول بعض الناس يقولوا اوف انه انتم اليوم مكبرين القصص كثير. لا بالعكس، هذا الطفل وقت انت عم توفر له عوامل وعم يكون في تهيئه له بمرحله الطفوله، فانت اكيد اليوم حتقدم لهذا المجتمع الطفل سليم نفسيا وسليم دراسيا واجتماعيا. وقديش بتحسي انت كأم بحالة تأنيب ضمير دائمة انه انا بدي احاول اقدم لابني او لبنتي كل شيء بقدر عليه ليكون يعني يكون شخصية قوية؟ بتلاقي نحن دائما نبحث عن الكمال والمثالية، بدنا ابني يكون احسن الاولاد اليوم برغم كل الامكانيات وبرغم كل الظروف والضغوط عم نحاول. يعني خلينا نقول بيوم الايام نحن عملنا واجبنا، ولكن كرمال هيك نضوي اكثر على موضوع التهيئه او كيف نحن قادرين اليوم ننتج شخصيه طفل عن جد تكون شخصيه بمجتمع هو يليق بهذا المجتمع. وكمان الناس تقول، في ناس كثير بتقول الله يرحم اللي رباك، يعني صحيح. فخلينا اليوم هيك نحكي عن كيف نحن قادرين نهيئ هذا الطفل بشكل صح. اكيد ضيفتنا لليوم الاخصائيه رندا علي دي، بدي اقول لك يسعد لي صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحي. صباح شو خير. الالوان اليوم يا رندا؟ دائما في طاقه ايجابيه مع نعطيكم شويه طاقه ايجابيه ودائما الحديث معك ممتع لما نحكي عن الاطفال وقديش اليوم في مسؤوليه قبل ما نحكي عن تاهيله نفسيا وحتى بالتعليم. يعني باول 5 سنوات كثير مهم قديش فعليا فينا نهيئ الطفل ليقدر يفوت المدرسه ويكون حاضر لكل المراحل اللي بده يمر فيها. بس قد في مسؤوليه اليوم على الاهل، لانه دائما اليوم بيكون على الاهل. وانا بقول لهم دائما، يعني زمان اول كانت التربيه اسهل، اليوم العصر مختلف، السوشيال ميديا، كل العصر مختلف، كل شيء صار بمتناول الاطفال اليوم. المسؤوليه والحزم، كل هاي التفاصيل كثير كبيره وبتساهم بجزء كثير كبير ببناء شخصيته، مو فقط بالطفوله وبالمستقبل قديش راح يكون فعليا شخصيه ناجحه بجميع المجالات. زلنا تماما، هي اول 5 سنين من حياه الطفل هي البوابه اللي راح تفتح له مسارات حياة كاملة بكل الأصعدة وبكل المجالات. هلأ نحن دائما هذا الجيل الأهالي الجديد عم بيكون تركيزهم أكثر على الناحية العلمية، لأنه هن برأيهم أنه بحسب ما كانوا هن أطفال وبحكم ما كان هن بطفولتهم، ما كان وقت كبروا فجأة لقوا أنه هن في عندهم فجوة معينة بالناحية التعليمية، عم بيحاولوا دائما يرمموها بأطفالهم. صحيح. فعم بيغفلوا بالناحية الثانية اللي هي النفسية الاجتماعية التربوية بشكل عام. بتلاقي أغلب الأمهات بتجي لعندك بتقلك أنه أنا ابني لهلأ ما بيعرف الأحرف كاملة، ما بيعرف يكتب الأعداد، ما بيعرف تسلسلة الأحجام الأشكال، ما له قادر، قطع 5 سنين هو ما له قادر تماما يعمل عملية حسابية بسيطة من عددين بسيطين يجمعون. فأنا هون بقلها أنه أنت ركضتي، نحن دائما بدنا ناخذ النتيجة، ولكن نحن ما رحنا للجذور والأساس اللي هي مثل ما ذكرتي. لما أنا بكون بهيئ الطفل نفسيا تحت 5 سنين ليصير عنده شيء اسمه مرحلة نضج التعلم، لحتى أقدر بلش ضخله معلومات بسيطة مناسبة لطفولته، وبالتالي أعمل تهيئة اللي كنا عم نحكي عليها، أنه نحن التهيئة اللي هي ما قبل التعليم الأكاديمي. أنا هون بيكون في عندي مراحل أساسية بشتغل عليها على عدة مجالات، بأسس فيها طفل قادر تماما نفسيا يكون قادر لأنه يتعلم ويحقق إنجازات علمية بالقليلة تكون مناسبة لإمكانياته، ما يكون في خجل يوقف بطريقه، ما يكون غرور يوقف بطريقه لتحصيل علمي. في كتير تفاصيل هي بتوقف بهي بهذا الشعور بالإنجاز والحصول عليه. هي أهم نقطة حكيتي يا رندا، حسب قدراته وحسب طاقته. وكثير اليوم نحن لازم نشتغل على هاي القصة، نآمن بطاقة هذا الطفل ونشتغل عليها دائما. يعني هذا النق الزايد انه غيرك وكذا عم يكون سلبي على هذا تماما الطفل. طيب مقارنة، اليوم عندنا هذا الطفل جاهزين اليوم لحتى نهيئه في مراحل. اليوم التهيئة اكيد بحاجه لمراحل. خلينا هيك نحكي نوضح بشكل اوضح لكل حدا عم يشوفنا اليوم، شو اليوم الام لازم تعتمد بمراحل التهيئة لطفلها؟ هلا نحن في عنا دائما لحتى انا اعلم طفلي سواء تعليم اكاديمي ولا علمه عاداتي ولا علمه ربيه بطريقه، فانا لازم اساسي العتبه الاولى
الأساسية هي الانتباه، أني أنا أشتغل على انتباهه وتركيزه يكون قادر تماماً ينتبه لي شو عم بعلمه، وبالتالي يقدر يكون عنده تقليد مناسب لي. فأنا أول مرحلة بالتعليم هي بالنمذجة وبالتقليد، وأول شخص بيحتك فيه الطفل هو أمه وأبوه. فهي الدائرة الأولى اللي بتكون موجودة، اللي هي لازم تكون من حياة البيت ومن موجودات البيت. بشتغل أنا على العتبة الأولى الأساسية هي الانتباه والتركيز، لحتى أنا بلش أبني له ذاكرة يقدر يعمل هاي التربيطات بذهنه، وينتقل بعدها لمرحلة اللي هي التعميم. متى ما بلش يعمم فهو تماماً قادر أنه يتعلم، ما في تعميم ما في تعليم. بلش أنا بقى باللي بدي أعلمه كيف يقعد، كيف يأكل، كيف يهتم بنظافته. هاي الخطوات الأولى البسيطة، لأن متى ما أخذت مؤشرات إيجابية فيها فأنا معناتها قادرة أنقل لمرحلة تانية اللي هي التعليم الأساسي اللي هو ما قبل الأكاديمي. اللي أنا قبل ما أروح أعلمه الأرقام 1 و2 ووصل للستة وبلش عندي المشاكل بين الاثنين والستة والسبعة والثمانية، كل واحدة لوين اتجاه والبي والبي حتى بصوت الحرف، هذا الخلط هو بيعطيني مؤشر لطفل صعوبات تعلم. ولكن ما في طفل ما بيمر فيها، بيكون هي المرور بيكون تماماً تماماً ما بيكون ثابت. هذا بيكون ناتج أنه أنا عملت قفزة، ما طلعت بالسلم درجة درجة، ما رحت اشتغلت اتجاهات فوق وتحت ومفاهيم وأعلى وأسفل ويمين ويسار. بشتغل هدول بعدين ببلش بالأعداد 1 و2، بعطي مساحة بين لا ياخذ العدد 2 مثلا والعدد 6. هذا كله تعليم ما قبل أكاديمي. بيعتمد على الأنشطة، بيعتمد على الألعاب، بيعتمد على مهارات كتير بسيطة. ما في داعي أبداً الأم تجيب حدا مختص يشتغلون، قادرة تماماً عن طريق لعبة بسيطة وتعمل هذا التواصل بينها وبين طفلها لحتى تقدر ترمم هذا الشيء في حال ما بتقدر تبعته على الروضة أو ما بتقدر لظروف معينة تطلعه بشكل مستمر من البيت. بس بنركز على هاي النقطة، يعني حتى لما الأم تعلم، قلت ببداية حديثي الأمهات يبحثون عن المثالية، يعني دائما بده ابنه يعرف يمسك القلم من أول مرة، يعرف الفرق بين الستة مثل ما قلتي والتسعة من أول مرة. كتير أحيانا الأهالي بيحملوا طفلهم فوق طاقته. تخيل نحكي عن هاي الجزئية قديش مهمة لبناء فينا نقول تهيئة تعليمية صحيحة، لأنه زمن أول تحول. يعني نحن دائما كانت المقاييس إنه كيف بيكتب صح، كيف بيمسك صح، السرعة لأنه هو أشطر ولد، وحتى العلامات التامة هي بالمراحل المتقدمة، هي كلها كمان مفاهيم خاطئة بعتقد نحن للأسف ربينا عليها. بس خلينا نركز على هاي النقطة، إنه قديش لازم يكون بال الأم طويل ولو ابنك ما عارف يمسك القلم طبيعي، يعني بثلاث سنين هو مبدئيا عم يعرف يتعرف على القلم، لأنه الولد أحيانا بيطلع ما بيفهم إنه ردة فعل أمه بتأثر عليه، ببطل يحب يتعلم، ببطل يمسك القلم، ببطل يحب. هي الحالة اللي بده يبلش فيها حالة التعليم، يعني حتى قبل ما يفوت على المدرسة ممكن هي تخلق له حالة الرعب مع إنه هو ما بيعرفها تماما. هلأ دائما نحن إذا بناخذ صورة تشريحية لإيد طفل سواء بعمر 3 سنين ونقارنها مع طفل 5 سنين، حنشوف الفرق الكبير صحيح. بين حجم العضلة وبين مرونتها وبين التحكم باستخدامها. نحن دائما نشتغل على الحركات الكبرى اللي هي العضلات الكبرى اللي هي الساعد والقدم بشكل كامل. لما أنا ببلش أعطيه أنشطة رياضية يتعلم ينط، يتعلم إز الطابة برجله بإيده، يقدر يمسكها بالإيدتين، هون أنا بكون اشتغلت انتباه واشتغلت حركي منتله تطور مناسب للعضلة. بعدها بنقول على الحركة الصغرى اللي هي صحيح. الإيدين والأصابع والعضلات البسيطة. أنا ما فوراً بمسكه القلم، حتى مسك القلم له مراحل، ببلش بقلم عريض بعدين ببلش يكون رفيع، بخليه يلون بمساحات بدون حدود بعدين بنتقل لأنه صحيح. يوصل نقاط للحرف تماماً وما يطلع براتها. بلش بعطيه معجون وبلش خليه يركب مكعبات، بلش يضم خرز بعدين بنتقل لمسك القلم. هاي المراحل اللي هي ما قبل أكاديمية اللي هي تطور نمائي لازم يواكب تطور الطفل، ما قارنه بطفل تاني، قارنه بتطوره. لهيك نحن كتير مهم بموضوعنا وحكينا اليوم إنه هو نحن لو نوعي الأمهات اللي هي غافلة عن هاي النقطة أو اللي هي ما عندها الوعي الكافي فيه، إنه تماماً لازم يكون كأهل في عندهم الوعي إنه أنا ابني مختلف عن كل الأطفال، مختلف عن إخواته، عن أولاد خالاته، مختلف عني لما
كنت انا ب مو معقول تقارن طفل عمره 3 سنين صحيح. تماما بتعرف تمسك القلم اخوك كان تماما او هذا الطفل او هذا الطفل بيحكي جمله كامله موظفه صح وطفل ثاني لسه ما له قادر يركب هاي الجمله. انا بشتغل على تطور الطفل بعمره بامكانياته ما بقارنه ابدا غير بنفسه صحيح. وبتطوره. رندا ذكرتي نقطة هون إنه نحن كتير في أمهات عم تعاني من هاي القصة وللأسف دائما بننوه ضمن صباحاتنا إنه نبتعد عن المقارنة ولكن أحيانا نحن بنقع فيها أحيانا هيك بلا شعور. اليوم شو هو العمر الطبيعي للطفل إنه يكون قادر يمسك قلمه ويعرف شو عم يعمل وإيمت أنا بحس إنه لا أنا ابني بحاجة اليوم لشيء تاني ممكن يكون لأخصائي تعليمي يعني إنه أنا ابني ما أنا قادر يمسك القلم صح؟ في أطفال بيمسكوا القلم بهاي الطريقة هيك تماما يعني. وفي منهم بيمسكوا صح بس بيقلبوا الورقة او بيقلبوا براسه. انا بنتي هيك بتمسك تقلب هيك بس انه هي بالبدايه يعني مفروض ومرتاحه حملة. اي مبسوطه هي الفكره الاساسيه انها تكون مرتاحه بمسكه القلم. انا بعرف من الاشخاص لهلا بيمسكوا القلم مو هيك بيمسكوا من هون من بعمر اخر تماما بعمر كبير لهلا القصه بتخاف انه انا اذا تركته هلا يمسكوا بهاي الطريقه او بهاي الطريقه فهو حيكبر على نفس الطريقه فبيبلش الضغط بعمر المهم صغير. يكون هو مرتاح خطه واضح بالقليلة قدران هو يقرأ صحيح. أنا مع فكرة أنه لا يقطع الخمس سنين ممكن شوف يجلس صحيح ممكن صحيح. شوف هو بقى أقدر أعمل له هذا التقويم ولكن هذا ما بيعني أنه أنا قبل الخمس سنين تاركته. أنا دائما حاططه بالأنشطة حاططه ضمن خطة لمهارات مسك القلم اللي بتبدأ من الشخبطة لحتى يرسم خطوط كتير دقيقة. دائما أنا حاططه بأنشطة رياضية دائما عم بحرك له إيديه. هذا كله بالنقل بالسكب بالمعجون هذا كله بيقوي هاي المهارات وبخليني أقدر أعرف إذا في مشكلة أو لا. طول ما هو مرتاح وعم بينجز وما عم بيعمل له أي مشكلة فأنا يعني بحكم خبرتي ما بشوف في أي مشكلة طول ما هو الطفل صحيح. مرتاح وما له عامل مشكلة. المهم يكون خطه واضح بالنسبة له. كتير نحن بنعرف أشخاص مهمين ولكن خطهم حتى هن كما بيقدروا بيعرفوا يقروا ولكن هذا مو مؤثر على حياتهم. نحن هلا مختلف التفكير عنا عن طريقة التعليم الزمان اللي كان كله لازم بالورقة والقلم والكتابة. هلا لا لازم في كتير صار نستخدم وسائل كتير متطورة بالكتابة وبالتعليم يمكن ما تكون واصلة لعنا ولكن ما عادت صارت هي الأولوية قدام الأشياء التانية اللي هي مثل الذاكرة الانتباه القدرة على تحليل مشكلة معينة وحلها. هذا صار أهم بكتير من هذا الموضوع. وهي نقطة كتير مهمة يعني ما عاد في عنا هذا الحفظ البصم او النسخ بصم صار في مثل ما قلتي في مهارات اخرى عند الطفل فعليا اليوم بالتعليم يجب استثمارها حتى الاهل يعني مو ضروري انا ابني يجيب علامه تامه لحتى انا اعتبره ابن شاطر. وللاسف حتى العلامات التامه بالشهادات بتختلف يعني مراحل فرديه في فروق فرديه 100% بس ايمت انا فيني اقول انه ابني عنده صعوبات تعلم يعني فعليا بعد الخمس سنوات يبلش يروح على المدرسه هون بيبين معي شوي شوي كأم لانه احيانا الاهل بيزيدوها إيه لا الشكاوي بتبدا لما ببلش انا يصير صف اول وهو متعرف عليه صف الاول الفصل الثاني بيكون خلص لازم يعرف يقرا ويكتب هون ببلش تظهر المشاكل ولكن الشخص الخبير او اللي بيعرف الاطفال ومتعايش مع فئات هي الفئه العمريه بفروقها الفرديه كامله فهو قادر تماما قبل ما يوصل الطفل للخمس سنين يعمل تدخل مبكر ونتلافى للحد الاكبر من الوقوع بمشكله صعوبات التعلم. السبب الرئيسي لما انا ما بيكون عندي تعليم متطور بيكون تعليمي تلقيني انا بيجي بضل العشر سنين عم ضل علمه يقرا هو ما له قادر بيساهموا بصعوبات التعلم تماماً بهي النقطه مو انه الطفل فعلاً. مش قادر لانه احيانا المحيط هو اللي بياثر فعلا الطفل الصعوبات هو لازم يكون عنده طريقه بالتعليم مختلفه عن باقي الاطفال ولكن هو ما بيختلف باي شيء بالعكس بيتمتع بذكاء ومهارات بتكون بتميزه تماما. لهيك انا كثير مهم دائما اترك الورقه والقلم واترك الدرس التلقيني
وانتقل للحركة والتعليم التفاعلي والاتجاهات والحركة. أكيد رندا معلومات كتير مهمة لليوم قدمتيها، إن شاء الله هيك تكون وصلت لكل أم رافقتنا بصباحنا لليوم. خلينا هيك نطول بالنا شوي، يعني بعمر الخمس سنين بعده طفل أو ست سنين بعده طفل، يعني خمس سنين بيقولوا لك صير دكتور. لا لا 18 يعني دكتور لا لا 18 بعتبره طفل يعني إيه، بس ولكن الطفل انظلم هذا الوقت بالتكنولوجيا. صحيح. يعني اللي عم بتقول لك الام ليش ابني ماسك التاب، بيعرف يدخل على مواقع، بيعرف يعمل 100 قصه، ما بيعرف يمسك القلم صح. قد ايه مسكت التاب اخرت له مهارات الصغرى ليقدر يمسك قلم. شكرا رندا وصباحك حلو على طول. شكرا يا هلا استاذه رندا علي ديب، اكيد دائما سعيدين بوجودك معنا، دائما في معلومات والحديث معك ممتع عن الاطفال. شكرا كثير لك. شكرا لك.